في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني، تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان الإبداع والابتكار في العمل التطوعي بمشاركة عدد من أصحاب ومنتسبي الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتهدف هذه الورشة إلى تعريف المشاركين على طرق التفكير خارج الصندوق في تصميم المشاريع التنموية وابتكار البرامج والأنشطة التي تواكب متغيرات الحياة وتخدم المجتمع. الورشة تضمنت أيضا مفاهيم الابتكار والإبداع الاجتماعي وأسسه وطرق العمل به، إلى جانب أهم الطرق الإبداعية في تقديم المشاريع والخطط والأفكار وحل المشكلات بأساليب إبداعية. كما تطرقت الورشة إلى موضوع أهمية فهم أنماط البشر وطرق التفكير الإيجابي، بالإضافة إلى ذلك تم تعريف المشاركين على مفاهيم الملكية الفكرية وحفظ الحقوق والأفكار الإبداعية وضرورة تحديد الجمهور المستهدف وتقديم أفكار إبداعية تعمل على مؤشرات القياس والتنفيذ. أنا سعيد جدا اليوم بأنكم متواجد اليوم بتقديم محاضرة عن الإبداع والابتكار في العمل الخيري لمجموعة متميزة من أصحاب الجمعيات وأيضا منتسبيها. بالفعل الشكر لوزارة التنمية على هذه المبادرة اللي بالفعل تبين هي جزء من الشراكة المجتمعية وجزء من كيف أن احنا ممكن اليوم نطور في أفكارنا ومقترحاتنا لخدمة هذا الوطن. هناك كثير من الأفكار وكثير من الإبداعات وكثير من المبادرات اللي قاعدة تقدمها هذه الجمعيات، ولكن محتاج أن هي توصل أكثر وتوصل إلى المجتمع أكثر، وأيضا يكون لها يعني أفكار قابلة للقياس وقابلة للتحقيق وللتنفيذ. فاليوم هذه المحاضرة وكانت أو هذه الورشة بالفعل يعني كانت فيه تفاعل جميل جدا من الحضور، وإن شاء الله نتمنى أن نحقق الهدف المنشود منه. يعني حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم ورشة هي في غاية الأهمية حق المنظمات الأهلية، وهي الابتكار والإبداع في العمل التطوعي، كون أن المنظمات الأهلية اللي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية نشيطة، عندها الكثير من المشاريع والأنشطة اللي تخدم المجتمع، فحبينا أن احنا نطور ونساعد المنظمات الأهلية في هذه الورشة وتعلمهم شلون الابتكار والإبداع في العمل التطوعي. عن موضوع دورة اليوم يعني جميل جدا، وأحس أن المنظمات الأهلية اليوم بحاجة إلى هذه الدورات الجديدة المبتكرة المختلفة عن الدورات السابقة، خاصة لما نتكلم عن الابتكار وتطوير الأعمال، وشلون في هذه الدورة يعني شفنا أن الجمعيات كلها قاعدة تبادل خبراتها وكل جمعية تطرح فكرة طبقتها، والدكتور قاعد يناقشنا في يعني خلينا نقول مناطق القوة والضعف الفكرة وش ليش تنجح وليش تفشل. أنا الورشة بعثت منها من قبل المجلس الإدارة، أنا شدني المحاضر دكتور يوسف محمد. أنا أحب المحاضرات اللي فيها الجانب الإعلامي، لأن الإعلام هو اللي بيوصلك، هو اللي بيطلعك، يعني بينجح مشروعك. فيعني وزارة التنمية مشكورة استعانت بإعلامي علشان يعني تظهر وتنجح نشاطها.